بس دحين الوضع بيتغير، بيجوني في الاربعينات في الخمسينات، في رجال اعمال، في شباب البنوك، فدحين صاروا يبغوا يعني يدوروا اشياء مختلفه. طبعا دحين احنا وصلنا لمرحله انه الكونسيومر يبغى اشياء مميزه، يعني خلاص الواحد بيشوف اشياء في السوق موجوده، وفي نفس الوقت لازم الواحد دائما يكون عنده اشياء مطوره وتكون يمكن اكثر يعني على مود على الموضة. طيب أيضا أنت قايل في لقاء صحفي إلك قرأته أنه في حالة ملل من كلاسيكية الثوب السعودي. يعني لو سألناك من كل 10 مثلا قدين نسبة في أنه ناس بالفعل بدهم يبتعدوا عن الكلاسيكية في الثوب؟ يعني أنا زي ما بقول أنه أنا ما بقول للناس ابتعدوا عن الشكل الكلاسيكي، أنا أبغى أنه الواحد إذا يكون عنده خيارات يروح يجي محل توبي ويقول أوكي أبغى توب عادي، في توب عادي، بس اذا بغيت كمان له ستايل يكون له موضه معينه كمان في خيارات. فهي دي الفكره يعني بهم. طب معروف بانه يعني تصميم الثوب السعودي بيختلف عن الدشداشه الكويتيه، عن مثلا الكندوره الاماراتيه. بالضبط. انت بتحاول تبتعد عنهم كلهم وتخلق شيء، ولا بتبني على كل واحد مثلا؟ افضل انه ابني على كل واحد. بس ساعات يعني مثلا يجي الشكل البحريني مع الستايل الديزاين اللي بفكر فيه، وساعات بيجي الشكل الكويتي الشكل السعودي، فما في قواعد. طيب بانتظار تا يجي الشاب اللي عم يعرض من جديد، شو رايك انت هلا كعارض نسالك مش كمصمم، التوب اللي انت لابسه احكي لنا عنه. هذا توب يعني ممكن تقول في باكلز هنا عادي سبور شوية، قماش تافتا سلك وجدا بسيط، بس هي فيها تاتشز كذا لمحات السحاب اللي على الأبة كمان. بالضبط بالضبط. يعني أنا الستايل حقي بيكون بسيط بس في كذا تاتش شوية مختلفة. طبعا هذه فكرة جديدة أنا طلعت بيها، إنه دحين هذا تحته قميص، واحد يلبس سديري توب فيبغى يلبس قميص مع السديري مع التوب، فسديري طويل ممكن يغير قميص ازرق قميص ابيض، يعني في نفس الوقت سديري بس على توب. بس هذا كانه في هيك طابع هندي شوي او شوي غير عربي. في الكولا هي تشاينيز كولر. ونفس الوقت الكات هذه يمكن تقولي شويه مودرن اكثر. طب بصراحه قد في شباب سعوديين بيلبسوا هيك هالايام؟ والله هذه اول كولكشن طلعتها من دبي فاشن ويك من يومين، فنشوف ان شاء الله كيف حيمشي الحال، بس الين دحين يعني الحمد لله جت ريماركس كثير عن التوب هذا، يعني انه كونسبت جديد. سمعت كمان انه يعني عملت كانه توب قصير وبنلبس تحته بنطلون، شو الكونسبت يعني من وراء الموضوع؟ الكونسبت هو ثاني نرجع لموضوع انه ويست ميتس ايست، انه عملت انا زي بنطلون ويست ايست من فوق وويست من تحت، يعني انه من وراء طويل توب اوكي ومن قدام قصير اوكي، وفي بنطلون معاه ومن فوق باين زي القميص بس من وراء طويل. هذا طبعا من يعني الحمد لله عجبوه في دبي فاشن ويك، وكان في ريماركس وكومبلمنتس كثير. يلبس مع جينز او اي ممكن انا عامل بنطلون نفس يعني اللون عامل ماتشنج مع التوب، بس ممكن يتلبس مع جينز ممكن يتلبس مع سبورتس بانتس. باعتبارك حاتم بتحب الافكار الغريبه، اجى في بالي هيك شغله انه ممكن مثلا في يوم من الايام نشوف لك تصميم انه تاي على ثوب. دبي فاشن ويك السيزون الماضيه عملت انا كذا، كان في زي عملتها لو تشوفوا اخر كولكشن عملنا توب كذا عادي، وبعدين هنا في فتحه وبعدين في كرافته، واخر كولكشن هذه عملت سموكينج مع بو تاي. بتحس انه ربما الرجل الخليجي سعودي او من اي دوله خليجيه اخرى بيلجا لهي التصاميم في المناسبات فقط، وبالايام العاديه بفضل الشيء التقليدي اللي تعود عليه يعني، ولا اللي يجيني يبغى شيء مميز. توبي معروف كماركه عندها اشياء مميزه، اشياء تكون على الموضه اكثر، هو هذا الزبون توبي. نحن ونشوف الشاب هو عم بفرجينا تصميماتك، لاحظنا الثوب انه طوله مش الطول المعتاد للثوب، اقصر شوي. مظبوط؟ على حسب، كلها اذواق، في ناس يحبوا ثياب تكون اطول، في ناس يحبوا ثياب تكون اقصر. نوروز. في طبعا هذا الثوب اللي هلا راح نشوفه على الموديل مميز جدا، هذا لازم يحضر فيه كأس العالم كرة القدم اكيد. طبعا هذا السبورتس لاين
وسعودية طبعا تعشق الكرة، فهذا ديديكيشن للسعوديين على اساس انه احنا بالنسبه لنا احنا كوره يعني نحبها. فكولا كمان تشوفوا شويه جديده مميزه تجي من الجنب تفتح الفوق بالضبط، وطبعا شكل الكوره طبعا ممكن نلاحظ انه كمان حتى كوره ممكن تبان زي بيس اوف ارت، هي دي الفكره انه الكوره كمان ممكن تبان زي الفن، بس اكيد ما راح يقدر يلعب فيه كوره هذا. شكرا مصمم الازياء السعودي حاتم العقيل لوجودك معنا، شكرا للشاب احنا ما عرفنا اسمه محمد شكرا لك لوجودك معنا برضه، بنتمنى لك التوفيق والتالق. شكرا.